احمد، ما فيش شك ان السوشيال ميديا بقت بتاثر على حياتنا كلنا، بتاثر على اولادنا وبتاثر على اطفالنا، وبقى في جوانب سلبيه في التاثير على صحتهم النفسيه. هنلاقي مشاكل اكبر في التواصل مع المجتمع ابتدت تحصل للاولاد، وعشان كده ازاي نحمي اطفالنا من سلبيات ومخاطر منصات التواصل الاجتماعي، ازاي نقدر ناخد بالنا منهم ونحذرهم من اضراره اللي ممكن تاثر على مستقبلهم، كل ده بنجاوب عليه في التقرير اللي جاي. لسه لحد دلوقتي بنواجه مشكلة مجتمعية في العالم كله مع استخدامات منصات السوشيال ميديا بشكل غير منضبط، وللأسف بدأت تظهر بعض المشاكل الناتجة عن خطورتها بالتحديد مع الأطفال بسبب إفراطهم في استخدامها، واللي بيوصلهم لمرحلة الإدمان نتيجة تعودهم على استخدام التليفون طول اليوم بشكل مبالغ فيه. علشان كده في دراسة من الدراسات اتكلمت عن الإشكالية دي، وقالت إن السوشيال ميديا ليها جوانب سلبية في التأثير على الصحة النفسية للطفل، وإن واحد من كل 20 طفل بيتعرض لمشكلات نفسية زي القلق والتوتر والاكتئاب نتيجة استخدامهم المفرط للموبايل والآيباد. من ناحية تانية، ممكن تسبب منصات التواصل الاجتماعي ضرر في التنمية الاجتماعية للطفل، وممكن كمان تعرضهم لمحتوى خطير وغير صحي، خصوصاً إنها أداة اتصال ممكن تساعد الطفل على المشاركة في المجتمعات والهوايات اللي مش قادر يعملها في الواقع، وهنا بيضطر ينفذها في الخفاء عن طريق المنصات الاجتماعية باستخدام التقنيات التكنولوجية اللي متوفرة له في البيت. استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الأطفال ارتفع في الكام سنة اللي فاتوا، خصوصاً خلال جائحة فيروس كورونا، وزاد اعتمادهم على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه بحجة إنهم مش عارفين يتواصلوا مع أصدقائهم اللي افتقدوهم في المدرسة والنادي والأماكن الترفيهية. الدراسات العلمية المتخصصة حذرت الأب والأم من الآثار السلبية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً في مسألة تعرض الطفل للتنمر، وده لأن في مواقع معينة بتعتبر ساحة مفتوحة للتعليقات والانتقادات، لكن بالنسبة للطفل الصغير فهو غير مهيأ لاستقبال الكم الكبير ده من التعليقات والانتقادات باستمرار، لأن ده بيعرضه لمشاكل كبيرة في مسألة الثقة بالنفس. هنا كان لازم يكون في مجموعة من النصايح اللي وجه بيها المتخصصين في العالم، أبرزها كان التأكد من نضج الطفل قبل سنه، زي النضج العاطفي والعقلي، يعني لو حسيت إن طفلك جدير بالثقة وصادق مع نفسه، هنا هتحس بالثقة في نشاطه الإلكتروني. كمان لازم نحط قواعد، يعني تخصص له وقت يستخدم فيه السوشيال ميديا بشكل منضبط، والأفضل إنك بنفسك تحدد له ميعاد يستخدم فيه الموبايل والإنترنت علشان يحافظ على صحته الذهنية. كمان الرقابة من الأب والأم مهمة، لازم يكون عندك بعض أدوات الرقابة زي فحص منتظم للمحتوى اللي طفلك بيوصل له وبيتفرج عليه، وفي نفس الوقت ما تحسسوش إنك بتتدخل في خصوصياته. السوشيال ميديا في منتهى الخطورة يا أحمد، أكيد. بالنسبة للأطفال وبالنسبة لتعرضهم من غير متابعة، مش هنقول بنراقبهم، لأن برضو يعني هم من حقهم يتصرفوا براحتهم، ومن حقهم أنهم يتعرضوا اللي هم حابينه، بس يكون مناسب للمحتوى بتاعهم. فكرة الاستخدام بالشكل المناسب، يعني أي حاجة مفيدة لو زودتي في الجرعة بتاعتها هتنقلب ضدك زي ما بيقولوا كده. حقيقي. فكرة اللي أنا أكون حاطط كنترول لأي حاجة أنا بستخدمها في حياتي، بقى مش شرط السوشيال ميديا بس، حتى الموبايل. ما هو ده برضو سوشيال ميديا، احنا بالموبايل بنمسكه ونبتدي بقى يا اما جيمز يا اما تليفونات.